السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم طلابنا الأعزاء؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. أتمنى لكم كل الموفقية والسلامة. رجعنا وياكم اليوم ودرس جديد من دروس قواعد اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي. وياكم اليوم الست هديل جواد، معلمة اللغة العربية في مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق. أعزائي التلاميذ، كما تشاهدون الموضوع هنا هو المفعول به. اليوم سوف نتعرف على المفعول به وما هو تعريف المفعول به. إذن في بداية الموضوع يجب أن نعرف أنه اسم منصوب. إذن المفعول به هو اسم منصوب، وجملة المفعول به هي عبارة عن جملة فعلية، والجملة الفعلية تتكون من الفعل من ثم الفاعل ويتبعه المفعول به. إذن أعزائي التلاميذ، نرجع إلى التعريف ونقرأ هنا: اسم منصوب وقع عليه فعل فاعل، فعل الفاعل. إذن قلنا بأن جملة المفعول به هي الفعل والفاعل من ثم المفعول به. إذن الفعل يدرس فعل مضارع. وكما تعرفون أعزائي التلاميذ، إن الأفعال تقسم إلى ثلاث أقسام، وهو الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. وكما تعرفون إن الفعل الماضي هو الفعل الذي حصل في زمن مضى وانتهى، أما الفعل المضارع فهو الفعل الذي يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر الآن وفي المستقبل. نعم، إذن أعزائي التلاميذ يدرسوا فعل مضارع، فعل مضارع. وفعل المضارع دائما مرفوع، دائما مرفوع. إذن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أما الطالب فهو الفاعل، فهو الفاعل. وكما تعرفون أعزائي التلاميذ، في الدرس السابق عندما أخذنا الفاعل قلنا بأن الفاعل هو اسم مرفوع. إذن عندما نقول اسم مرفوع يأخذ علامات الرفع فقط ولا يأخذ علامات النصب. ولكن هنا المفعول به كما تشاهدون أعزائي التلاميذ هو اسم منصوب، إذن يأخذ علامات النصب، يأخذ علامات النصب. إذن هنا كلمة الدرس هو المفعول به، مفعول به. إذن لو نأتي إلى إعراب كلمة الدرس، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كما تشاهدون أعزائي التلاميذ، إن الفتحة ظاهرة على الحرف الأخير من الكلمة. إذن الفتحة هي علامة إعراب الاسم المفرد عندما يقع مفعولا به. كذلك في المثال الآخر كما تشاهدون هنا أيضا، الفعل زائدا الفاعل الذي هو الممرضات. كذلك كلمة الأطباء هي المفعول به. إذن أين هو الاسم المنصوب؟ الأطباء، الأطباء. إذن هنا الاسم المنصوب وقع مفعولا به في الجملة. إذن لو نأتي إلى إعراب الأطباء فنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن كما تشاهدون أعزائي التلاميذ، الفتحة هنا على آخر الكلمة.
إذن نتحول الآن إلى علامات الإعراب، علامات الإعراب للمفعول به. أول علامة هي الفتحة، والفتحة هي للمفرد، للمفرد. وكذلك وردت في جملة الأطباء هنا، نقول أيضا لجمع التكسير، التكسير. إذن كما تشاهدون أعزائي التلاميذ، وردت كلمة تدل على جمع التكسير وهي الأطباء. وجمع التكسير نقصد به هو كل جمع تكسر فيه حروف الكلمة وإعادة كتابة الكلمة بشكل مغاير يختلف عن الكلمة الأصلية. إذن لا هو جمع مذكر سالم ولا هو جمع مؤنث سالم، إذن هو جمع مختلف يسمى بجمع التكسير. نعم، نشاهد هنا المثال: يقرأ التلميذ الدرس. إذن يقرأ أيضا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن بدأت الجملة بفعل، وعندما تبدأ الجملة بفعل فهنا جملة فعلية، لأن الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بالفعل، من ثم يتبعها الفاعل، والفاعل هو الاسم الذي يدل على من قام بالفعل، من قام بالفعل. إذن يحتاج الفاعل إلى المفعول به، إذن كلمة الدرس هي مفعولا به، هي مفعولا به. إذن علامة إعرابها هي الفتحة، والدرس هو مفرد، إذن الفتحة للمفرد ولجمع التكسير. نتحول إلى العلامة الأخرى وهي الياء. متى ينصب المفعول به وعلامة نصبه تكون الياء؟ عندما يقع في الجملة جمع مذكر سالم، عندما يكون جمع مذكر سالم إذن يأخذ علامة الياء. إذن يكرم المدير المعلمين. إذن كيف عرفت إنه جمع مذكر سالم؟ هذه ملاحظة جدا مهمة، وهي إنه نون الجمع مفتوحة، نون الجمع مفتوحة. إذن عرفت إن الكلمة تدل على جمع مذكر سالم من هذه النون المفتوحة، لأن نون المثنى مكسورة كما تشاهدون هنا أعزائي التلاميذ، لأن هنا الياء أيضا مثنى. عندما جاءت هذه الجملة يكرر الطالبين المجدين، وضعت كسرة. إذن يجب أن نركز على هذه الملاحظة المهمة، وهي نون الجمع مفتوحة ونون المثنى مكسورة. نرجع إلى كلمة المعلمين، كلمة المعلمين. إذن نعربها ونقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. ولو نتحول إلى الجملة الأخرى وهي يكرم المدير الطالبين المجدين. الطالبين هي المفعول به، هي المفعول به كما تشاهدون أعزائي التلاميذ. نعربها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه مثنى، الياء لأنه مثنى. ونتحول إلى العلامة الأخرى وهي الكسرة بدل الفتحة، الكسرة بدل الفتحة. وهنا الكسرة بدل الفتحة لجمع المؤنث السالم، لجمع المؤنث السالم. وقلنا بأن جمع المؤنث السالم هو اسم يدل على أكثر من اثنتين. عندما نقول اثنتين نقصد بهم المؤنث، جمع المؤنث، لأن اثنين هو مذكر. لو قلنا أكثر من اثنين فهو مذكر، وعندما نقول أكثر من اثنتين أي نقصد بها المؤنث، نقصد بها المؤنث، جمع المؤنث السالم. إذن
هنا تكرم الدولة المهندسات. إذن أين هو المفعول به كما تشاهدون أعزائي التلاميذ؟ تكرم الفعل والدولة الفاعل. إذن بقي لدي المهندسات هي المفعول به. إذن لو نأتي إلى إعراب كلمة المهندسات، إذن نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. لماذا قلنا الكسرة بدل الفتحة؟ نعم أحسنتم، لأنه الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب. عندما نقول اسم منصوب يأخذ علامات النصب فقط ولا يأخذ علامات أخرى. إذن العلامات اللي تختص بالنصب اللي هي الفتحة الياء وكذلك الياء للمثنى. إذن هنا يجب أن نركز إن جمع المؤنث السالم تكون علامة إعرابه الكسرة بدل الفتحة. نعم أحسنتم. إذن نأتي إلى قراءة الموضوع كما تشاهدون هنا أعزائي التلاميذ. الموضوع في كتاب القواعد صفحة 18. أتمنى من عندكم هسه تفتحون كتبكم حتى كي نستطيع استخراج المفعول به من الجمل الموجودة أمامكم. فتح المعلم الحاسوبة. إذن كلمة الحاسوبة هي المفعول به. نعم هي الاسم المنصوب. لماذا؟ لأن بدأت بفعل وهو فتح. نعم أحسنتم، فتح فعل ماض. نعم فعل ماض مبني على الفتح. المعلم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أما الحاسوبة فهو المفعول به. فأضاء الجهاز لوحة العرض. لوحة العرض، إذن فأضاء الفعل، الجهاز الفاعل المرفوع، لوحة هو المفعول به، هو المفعول به. إذن وكما تشاهدون أعزائي التلاميذ بأن المفعول به اسم منصوب. إذن هنا نشاهد الفتحة. نعم أحسنتم. هناك سؤال وهو عندما وجدنا المفعول به كلمة العرض، لوحة العرض، ماذا أعربها؟ أعزائي التلاميذ هناك ملاحظة جدا مهمة يجب تدوينها ومعرفتها، وهي الاسم النكرة إذا جاء بعده اسم معرف بأل يصبح مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. إذن هنا العرض هو مضاف إليه. إذن بعد ما أكمل إعراب لوحته مفعولا به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، العرض أقول وهو مضاف والعرض مضاف إليه. نعم بعنوان الدرس ثم توالت مفردات الموضوع. طلب المعلم من طلابه التنبيه للتركيز عليها. نعم سجل أحمد في دفتره ملاحظتين حول الدرس المطلوب، وقد سبقه زميله صلاح إلى تثبيت نقاط أخرى تخص طبيعة سطح العراق على الخارطة التي أعجبت الناظرين. إذن هنا أعزائي التلاميذ تشاهدون الناظرين أعجبت، هنا التاء تاء هي تاء الفاعل، وهنا الناظرين مفعولا به. ولقد شكلت الألوان علامات لأرض الفراتين. شكلت الألوان علامات، إذن هنا لدي هنا لقد شكلت الألوان علامات، هنا لدي جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. إذن هنا علامة الإعراب الكسرة بدل الفتحة، علامات لأرض الفراتين، لكن اللون الأخضر
قد شمل المساحات الكبرى ليكون دليلاً على أن العراق واحد وأرضه خضراء دائماً. نعم، إذن نتحول الآن إلى قراءة الشرح. علمت في الدرس السابق عزيزي التلميذ أن الفاعل هو الاسم المرفوع الذي قام بالفعل، وإذا نظرت إلى الجملة التي وردت في النص فتح المعلم الحاسوب وجدت أنها مكونة من فعل واحد وهو فتح، واسمين الأول منهما هو المعلم هو فاعل لأنه يدل على من قام بالفعل، من قام بالفتح أي فتح الحاسوب بالفعل. نعم، ولو سألت ماذا فتح المعلم لكان الجواب الحاسوبة. إذن الحاسوبة هو الاسم الثاني الذي وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه فعل الفاعل أي الفتح، ويسمى مفعولا به. ومثال هذا يقال في جملة طلب المعلم التنبيه، الاسم الأول المعلم هو فاعل وطلب هو الفعل لأنه يدل على من فعل الفعل، أما الاسم الثاني فهو التنبيه إذن هو المفعول به. كذلك تشاهدون أعزائي التلاميذ هنا لا يؤذي المهذب الجار، كما تشاهدون الخط وضع تحت كلمة الجارة والفتحة هنا هي علامة المفعول به. يقدس الناس العلم، إذن العلم هو مفعول به. سجل اللاعب هدفا، إذن هدفا هو مفعول به. لا تهمل المجدة الواجبة، إذن كلمة الواجبة هي مفعول به. فالأسماء التي تحتها خط الجارة، العلمة، هدفاً، الواجبة، كل منها مفعولاً به لوقوع فعل الفاعل عليه. وإذا نظرت إلى حركة الحرف الأخير من المفعول به لوجدت الفتحة، والفتحة علامة النصب، لذا نقول إن المفعول به هو اسم منصوب. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم في دروس أخرى من دروس قواعد اللغة العربية، والسلام عليكم.